متتبعي قناة الفاسبريس، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج كازا سيتي. في هذه الحلقة دي نستضيف السي عبد الصادق مرشيد، رئيس مقاطعة المعارف في مدينة الدار البيضاء، من أجل مناقشة بعض القرارات الأخيرة التي اتخذها رئيس المقاطعة، واتخذت المقاطعة بصفة عامة، وتتعلق يعني أمثلة هدم واحد السوق كان في زنقة ريجيرا، الزنقة اللي مشهورة داخل مقاطعة المعارف، وأيضا الجدل القائم ما بين المقاطعة وما بين بعض حراس السيارات. سي مرشيد مرحبا بك. شكرا، مرحبا بمتتبعي قناة فاسبريس اللي الحمد لله منذ البداية وحنا كتستضفنا وكان دائما كتنقل الخبر بكل مهنية وبكل نوتراليتي. العفو سي مرشيد، بداية باش ما ندخلوا في الموضوع ديريكس، البعض يصفك بأنك رئيس صدامي، غير جيتي المقاطعة بدي تاخذ شي قرارات اللي قرارات تيقولوا البعض ما كانش لهاش، خاصة أن الولاية الجماعية كانت في البداية ديالها. إذا بالعكس، أنا منتخب في مقاطعة المعارف من النظام القديم منذ 97، يعني تحملت فيها مسؤوليات ديال النيابة إلى آخره، فمن اللي أعطيت لي الفرصة ملي توليت الولاية توليتها بناء على حملة انتخابية اللي رفعت فيها مجموعة ديال ماشي وعود، مجموعة البرامج اللي جات بناء على معرفة عميقة بالمشاكل ديال المقاطعة، بالطموحات ديال ساكنة المقاطعات، لأنه ثم ثالثا أنه هذا مكنني أنني الإجراءات اللي اتخذناها ماشي بهدف صدامي، بالعكس هدف وقطيعة مع واحد المجموعة المشاكل اللي عانيت منها المقاطعة، وكان لابد أن اليوم وصل الوقت لمواجهتها ماشي بغرض صدامي، ولكن بغرض أنه اللي كنت كنقول أن مقاطعة أو جماعة المعارف في نهاية الثمانينات وبداية التسعينات تمكنت باش نقل وسط المدينة لعندنا، وصبحنا منطقة ديال رواج تجاري وسياحي وثقافي. إذن هذا هما الخطط العريضة ديالنا. للأسف مع المنافسة ديال لي غروند سيرفاس، ديال لي مول، ديال الأحياء الجديدة، أصبحت هذاك الريادة ديال المقاطعة بدات كتنتقل لمناطق أخرى، وزاد عمق هذا العجز هو غياب تدابير، هو انتشار بعض الظواهر التي هي أصبحت غريبة، هي غريبة على المقاطعة ديال المعرفة. فكان لابد أننا نأخذ هذه الإجراءات بدون نفس انتخابوي، بدون نفس ديال المحسوبية، ديال الصداقة إلى آخره. واخا باش نمشيو من الملف للملف، يعني شنو هو الفائدة من هدم واحد السوق اللي كان في زنقة ريجيرا في المعارف، والسوق اللي هو تبنى منذ سنوات طويلة، واش كان خلق لكم هذا المشكل السوق شي مشكل؟ ماشي خلق لي أنا المشكل، خلق لجماعة المعارف مشكل، ما فيه من السوق إلا الاسم. هو سوق بنية فوق أرض ملك عام ماشي ملك خاص للجماعة، بدون تصميم هندسي، وتم فيه إعطاء واحد هذيك الرخص مقابل واحد الأتاوة كانت قدمت للبنائي سان مونتاج فينانسي اللي كانوا دارو الإخوان السابقين، واللي فيه عقدة ديال واحد المدة معينة واللي انتهت 20 عام هذيك المدة ديال الاستغلال. اش وقع ان السوق انتقل من سوق تجاري رغم انه لا يحمل من مواصفات غير الاسم، الى مرتع للمتشردين، مرتع للفوضى، للازبال، لكل المظاهر ديال الفساد الاخلاقي، واللي كان عنده تاثير ماشي غير على اسامه بن زيد، على جميع التراب، لانه في الليل من 11 الليل، من 10 الليل لا يمكن، زائد انه في هذيك كداو اكثر من 40 حانوت بقات 13 اللي حاله، وهذيك حالين غير حيت حالين، الرواج التجاري ميت زائد
انه قبل ما ناخذ هذا القرار تم توقيع بيتيسيون ديال 1000 ديال الناس اللي ساكنين تماك. اذا بالعكس انا ما كنسميش هذا، كنسميه تحرير ملك عام. تحرير ملك عام اللي كان يستغل بشكل فوضوي، وثانيا انه تحرير المواطنين من واحد المظاهر اللي كانت تؤرقهم. وكنت سميتي انت تحرير الملك العام، بعض المواطنين تيقولوا هذا راه يعني هذا راه المال العام، لان السوق تتبنى بالاموال تاع الجيوب تاع المواطنين، تيجي تدوز سنوات اخرى يعني تيتم هدم السوق بطريقه اللي هذا ماشي مفجئة. اولا ما فيش هضر المال العام لسبب بسيط، وان قلت لك تم بناؤه بواحد لوبيراسيون في 89. اوبيراسيون هي هذوك الناس هما اللي الحوانت هما اللي كانوا خلصوا مقابل استغلال ديال 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 المحلات واحد المده معينه ثم يمكن ارجاعها للمقاطعه. هذا الشيء ما دارش. ثانيا انا نقول لك ما كاينش شي مواطن كيقول هذا الكلام، كيقولوه بعض واحد الحفنه ديال اربعه الناس اللي كانوا مستغلين. والدليل وانا نقول لك هنا بغيت نتوجه لهذوك التجار، من بعد ما شرحنا لهم وبعد واحد النقاشات جاو عندي لهنا وعطوني السورتات وقالوا لي يعني بطريقه حبيه، بطريقه حبيه وبطريقه وطنيه وروح وطنيه ديالهم. ما حاولتوش تلقاو لهم بديل بسبب كنت رئيس مقاطعه، يعني انت رئيس تاع كل شيء بطبيعه الحال، تيبقاو مواطنين بطبيعه الحال. بطبيعه الحال ومجرد ما تبان الفرصه غادي يكونوا اول مستفيدين، ولكن نبغي نحييهم. انا كنقولها بصدق نبغي نحييهم على الروح الوطنيه ديالهم وديال وديال حب ديال ديال الايمان بانهم هما نفسهم كانوا كيعرفوا هذيك المظاهر بانها اليوم. انا ما نبغيكش تناقش معايا من ماذا سنفعل بهذيك المنطقه. هذا هو السؤال ديالي. سبقتي انت قلتي بان غدار مساحه خضراء، ولكن بعض الاخر تيقول لك لا راه دي غير تصريح اللي هو الاستهلاك الاعلامي، وكاين شي نيه اخرى باش يدير واحد شوف سوبر مارشي كبير ولا شي حاجه. شوف عندنا من هنا للصيف وغتبان الحقيقه. نعم احنا اليوم بصدد تحضير المناقصه لانشاء مساحه خضراء بتلك المنطقه. وانا راه ولد هذاك الدرب وقريت في مدرسة الطبري اللي في ذاك الدرب، وكنعرف تاريخ ديال ذاك الدرب. ما يمكنش ليا الا نرجعوا، لانه هذيك هي منطقه جذب تجاري بالنسبه للمعارف كله. اليوم حنا باش نكونوا حنا لاميناجمون راه ما جيش ملي جينا جبنا البرنامج ما كنهضروش على منطقه واحده. اليوم المعارف يمكن لاحظتوها رغم انكم كصحفيين كتبغيو تخليو ذاك النوع ديال الانتقاد من حقكم وهذا دوركم. حنا اليوم جبنا ذاك المشروع اللي سميناه مسار الماء واللي بديناه اليوم الا جيتي تشوف كاين هذا السوق هذا اللي تم هدمه اعاده الهيكله ديال المنطقه بشكل جمالي. كاين اليوم جوج حدائق اللي هما راهما في طور الانجاز اللي زارين لمده اكثر من 30 سنه وهي مهمله. اليوم هي بشكل وغادي ان شاء الله تحضروا التدشين اللي غادي تكون بشكل جديد ورائع. جرده حديقه ليزيغيس اللي مهمله لمده سنوات متعدده اليوم راه كملات وغنفتتحوها في هذا الاسبوع، بالاضافه الى السوق العشوائي ديال الورود اللي قدام المارشي اللي هنايا اللي حتى هو سيتم هدمه باتفاق مع اصحاب المحلات. تتبشر التجار وهم فرحانين وهما فرحانين. وكيفاش غيمشيو الناس؟ غادي احنا كنبنيو لهم سوق اليوم في بيران زهران بمعايير جوده كبيره جدا بشركه محترفه، واللي غادي ننقلوهم لتماك ماشي عاوتاني باش نبنيو سوق تماك في بلاصتهم، غادي نكبروا الساحه نكبروا المساحه الخضراء. اليوم كاين انا واحد لاميناجمون اللي جاي وغادي كاين اليوم شارع بيران زهران، لان ملي درنا ذاك السوق الورود اليوم اعاده اناره شارع بيران زهران بشكل جميل جدا، وان شاء الله غادي في اخر رمضان سيتم الاضاءه ديالها. وحنا غاديين الى عبد المؤمن لهذا الاسبوع افتتحنا حديقه معنا فورا بمعايير يمكن زرتوها او باقي معايير جميله جدا، وغادي نهبطوا مع رون بوان باشكو باش ندخلوا الحي باشكو الذي تمت اعاده هيكلته بشكل تام على مستوى التزفيت، على مستوى لا سينياليزاسيون، على مستوى التروطوار،
21 ألف متر لينير التي تم إعادتها ديال التروطوارات. إذن بشكل جمالي يمكن تديروا زيارة وتشوفوا الساكنة كيف فرحانة اليوم الجميع، لأنه جينا بمشروع متكامل وغادي ندوز باش تطلع على شارع مودي بوكيتا وغتشوف مكتبة بقاطيل التي كانت مهملة لأكثر من 30 سنة، اليوم تشوفوا الحلة اللي فيها. إذن إحنا جايين بمشروع اللي كيشمل جميع تراب المقاطعة. واخا باش نبقاو تما غير في الرجيره، الا كنا يعني الانسان يفهم يعني هذا مدك السوق، ولكن ما يمكنش يفهم هذا نتاع النافوره اللي تخسرت على يعني دخلت في اطار مشروع تاع الرجيره اللي 40 مليون درهم. هذه سنتين وثلاث سنوات باش دارت النافوره، جوي عاوتاني نقينا مزيان. واش عمرت خدمتها خدامه؟ هذا مسؤوليتكم خدامه ولا ماشي؟ انا لا ورثتها ورفضت نصلحها. كاين استثمارات الاداره يعني رفضت نصلحها لانه تم تسليمها من طرف ماشي من طرفي انا. ما عرفتش شكون اللي تسلمها لانها بشكل بوزي مهمره ما خدامه، لان لا كونسيبسيون ديالها كانت خاطئه. اليوم يتم اعاده هيكلتها ماشي باموال الملك العام، ماشي باموال العامه، من طرف الشاري، من طرف المسؤولين اللي داروها. طلبنا منهم وفرضنا عليهم يعني ماشي المقاطعه اللي غتتكلف. هنا كنبغي نشكر السيد الوالي لانه فعلا تدخل معايا ملي عرضت عليه المشكل، تدخل وفرض على المسؤولين باعاده البناء ديالها من اموالهم. ما تسمىش هذا المال العام؟ من اموالهم، من اموال المال الخاص. هما دوك الشركه تهضر على كاس امين اجمو ولكن لا انا شوف انا بالنسبه لي رفضت نتسلمها ورفضت نصلحها ومشيت شكيت عند السيد الوالي والسيد العام السيدات اللي تا هو كنبغيو نشكروه لانه تحمل معنا المسؤوليه ديال هذا السوق وديال هذه النافوره. كيفاش تكون الوجهه تاع النافوره الان؟ غادي تكون بشكل اكثر جماليه واكثر قوه، لان المشكله اللي كانت في هذيك هي انها تبنات بدون بلا سون بيتون ارمي، كانت واقفه غير على لي كارلاج، وهذا كان خطا في لا كونسيبسيون. وما نقدروش عاوتاني تخوفوا من الساحه تاع البلاطو ولا هذا وقع في نفس المشكل. ما خداماش ما خداماش حتى هي، ما خداماش حتى هي، رفضنا نسلموها حتى هي غتمشي حتى هي. انا باق لا واش تحاول تصفي الملفات تاع التجربه الاخرى ولا شنو؟ ما داخلش فيها هكا. ماشي هذا هو التصفيق. حيت اي حاجه داروا باش نقولوها بكل صراحه، اي حاجه داروا العدل والتنميه تيجي مرشد تيبغي يحيدها من الطريق. اعطيني غير شي حاجه باش ما تبقاش تصيف، ما تبقاش الاثار ديالهم في هذا الحق. لا 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 واش خدامين؟ واش خدامين؟ اعطيني شي حاجه خدامه ومرحبا بها. انا ما داخلش بهذا التصور ديال عداله ولا ماشي عداله ولا شكون. عندي بقاطيل ما داروهاش العداله والتنميه. مكتبة بقاطي ما داروش عدالة والتنمية، هذيك صلحتها. تولي السقاط ما داروش العدالة والتنمية. اليوم راه انطلقت الأشغال ديال إعادة هيكلة ديالو ب 13 مليون ديال الدرهم، ما دارتوش العدالة والتنمية. حنا بعدا أولا خص يكون العقل. الإصلاح أش كيبدا؟ كيبدا بعدا بالمشاريع سكون أبيلا سون سوفرونس، تيخصنا نفكوا مشاكلها واللي فيها ما ندخلوش لاستثمارات جديدة حتى نفضيو بعدا اللي هي كاينه ولونتروتونير ويصلحها ويجعلوها. يمكن العداله التنميه كانوا بنيه صافيه وبنيه صادقه، داروا مشاريع وقع اخطاء، وقعت اخطاء. وهذا هو السؤال ديالي. كاين هنا الناس اللي تيقول بان السي مرشد هذا ستيلو احمر، يعني اي حاجه غير تيدير غير تصحيح المشاريع. باقا المشاريع ديالك انت اين، فين هي المشاريع ديالك؟ الله اكبر. المشاريع النافوره كانت مبرمجه من التجربه اللي النافوره تاع بيرانزار مبرمجه من التجربه السابقه، يعني فين هي المشاريع ديال هذا المسار الماء اللي تتكلم عليه تا هو كان من التجربه السابقه؟ لا 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 بدا اولا مزيان بلي جبتي المسار الماء هذا ديالنا حنا. فيما يخص النافوره ديال اللي قدام بصير سيدي بس تماك، ماشي هذيك لا كونسيبسيون ديالها. هذيك كانت نافوره بحال النافورات اللي كاينين في المناطق الاخرى ديال 12 متر. وكان اللي ورد نافوره ديال 12 متر جينا باش ما نديروش مشروع فاشل، عاودنا لا كونسيبسيون ديالها. اوليو 12 متر درنا 38 متر في لو ديامتر. يمكن تشوفها احسن نافوره اللي كاينه على مستوى المقاطعات. شارع نافابريل كان جينا لقينا فيه تبليط
ديال واحد 700 متر جبناه من اليوم جبناه من شارع الزرقطوني حتى لتماك، ويمكن راكم تحكموا على ايه انتم راه تماك المقر ديال انفاس بريس وشفتوا الجماليه اللي عليها اليوم. ثانيا انا كي قلت لك المعارف اليوم اولا ما نجيش ما عنديش عقده شي عقده، الا كانت شي حاجه مزيانه كنقولوا مزيانه. بعدا المشاريع اللي شديناها خصنا نصلحوها ونديروها بشكل مزيان، وهذا هو اللي واقع. ثانيا ملي كتقول لي اللي ستيلو احمر، انا كنظن انه من المنطقي انه خصك تصحح بعدا اللي عندك. وهي كذلك كتقولوا انتم صحفيين كتقولوا مشى يدير ومشى يدير ومشى يدير على اي واحد ماشي على اي مسؤول، الوكو عنده مشاريع اللي هي حنا بدينا معلقة. وفين ما بان لنا مشروع بحال القاعة الرياضية اللي درناها المخصصة للنساء، ما كانت من طرف حتى شي حد، دار الشباب ضرب غلف. وهذا مشروع اللي من 98 ولا ما في 99 وهو كيدور. البيدجي كاين، البلان كاين، هذه كاينه، هذه كان خصو لمسات. او اليوم الناس فاش قلنا لهم راه غادي نديروا القاعه المغطاه والملعب حتى ما تيقنا، لان هذه الاسطوانه تعودت لمده اكثر من 20 عام. وهذا هنا كنبغي نتوجه بالشكر، قلت لما نشكر الناس لا يشكر الله، الشكر للسداد اللي عاوننا، والسي معزوز رئيس الجهه، والاخت نبيله، وبطبيعه الحال السيد الوالي اللي جا في الاخر تو عطى واحد الدفعه ديال اسراع ديال اخراج المشروع. وهذا ما جاش من هذا بجاب اراده ديال المقاطعه هي مشات دقات على الابواب كلها باش تخرجوا. بلاتي باقي هذيك باكاطيل كتقول لي اليوم عندنا مشروع ديال هذا ديال توقعنا الاتفاقيه مع لونيفرسيتي بوليتكنيك بور لانكوباسيون حاضنه ديال لي ستارت اب، الشركات ديال واللي فيه يونيفرسيتي محمد السيس ديال بوليتكنيك وفيه الجهه. اليوم رحنا مقبلين على الافتتاح ديالو. هذه اليوم الحدائق كلها ديال المعارف يمكن كتشوفوا الحله اللي عليها، الاسواق اللي ورثناها كلها متلاشيه، يمكن لك اليوم دير زياره لسوق المعارف وراه شفتوا مدى الاشعاع اللي انا ما يمكنش نجي ندير مشروع جديد وانا عندي مشاريع فاشله كلها ومشاريع مدمره كلها. هذا هو المهم. ثم كان خصنا نديروا واحد اللمسه جماليه، لانه اليوم المعارف كي قلنا باش نعاودوا نرجعوا ليه الاشعاع ديالو، لان عندنا الانفراستركتور دو باس، التجهيزات الاساسيه كاين، احنا ماشي بحال بعض المقاطعات، عندنا الانفراستركتور، كان خصنا غير نجودوها ونخلقوا اون انيماسيون كوميرسيال اي توريستيك او نيفو ديالها. داكشي اش كتشوف الاضواء اليوم وكتشوف واحد الجماليه، واخا كاين واحد الملف اجتماعي اللي تفجر مؤخرا، هي الملف تاع الناس على الباركينغ حراس السيارات. يعني ما كانش من الافضل ومن الاحسن يعني توصل الحل مع الناس عوض يعني تاخذ قرار وتتم تشريد واحد ما تجددش لهم الرخص ديالهم، علما ان مقاطعه لي مجاوره ديالك راه الفا مثلا جدد الرخص بلا صداع بلا والو، تفاديا للاحتقان الاجتماعي وكذا. اولا انتشار الظاهره ديال الحراس هي ماشي هي ظاهره اليوم اللي وطنيه، ويمكن كتشوف راه غير لو جروب ديال جيلي جون فيه 100,000 ديال الناس اللي مدمرين، وكنظن اللي عنده اللي عندك سيارات تكون مدمر من الممارسات اللي كيتعرض لها المرتفق وصاحب السياره في الدار البيضاء بصفه عامه، خصوصا مقاطعه المعارف. انا كنتفهم كاين واحد الفئه قليله من هاد الحراس، كنعاود نسطر عليها، فئه قليله اللي فعلا هي كانت تسترزق من هاد العمليه ديال القطاع ديال حراس السيارات. ولكن واحد الفئه كبيره لا علاقه لها بهاد، ما كتدخلش في هاد الفئه ديال الهشاشه هنا. فاش تدخل؟ لا هناك، واللي عنده 6 ديال لي باركينغ واللي عنده وفي العشيه كيدوز كيجمع الاتاوى هذا عمل هذه خدمه اجتماعيه. ابدا
كنعرفوا ممارساته حنا مقاطعه المعارف عانات، راك انتحر ما نساوش المجلس السابق انتحر واحد الحارس لانه موريسات وكانت واحد الممارسات معينه الله يرحمه في هذا النهار انتما كتعرفوها. وصلنا الى الانتحار علاش؟ انه كان هناك خصام حول الريع، هذاك الدخله في خانه الريع. ما بغيتش ندخل في التفاصيل لان التفاصيل لا لا بلاتي 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 ماشي تقول لي لا جيتي وقلتي لي شردتي لا لا ابدا. نعطيك يمكن لك تقوم ب ان سونداج راسك، دخل اي درب وسولوا الرخصه ما تلقاش هو اللي مول الرخصه، تلقى واحد اخر. بينما الهدف نهار تعطاو الرخص، لاش هذوك الناس باش يخدموا باش الناس يخدم يسترزق الله. اليوم 90% منهم 90% منهم 90% منهم ماشي هما اللي كيقوموا بالعمليات الحراسه، يعني هذاك اللي اعطيت لا عنده شغل اخر. ولكن حنا مسؤوليتنا خصنا نحاربوا الريع، ولكن اتفق معاك بقات هذه الفئه اللي هي فعلا اش ديروا مع هذه الفئه هذه؟ هذاك الشيء بشويه. حنا عندنا دابا اليوم الملفات كلها، وحنا انا خلقت واحد اللجنه سياسيه فيها جميع الاحزاب السياسيه المقاطعه باش تقوم بتصفيه هذه الملفات كلها. وعلاش درت اللجنه السياسيه؟ حتى لا يقال باننا بغيت كل شيء يكون شاهد، كل شيء يتحمل مسؤوليته ويكون شاهد. وفي انتظار هذا الشيء لا اقوم بتجديد، ولكن ماشي سحبت الرخص ما سحبت حتى رخصه ما سحبتش حتى رخصة، ولدرجة أنني رجعت التفويض للسيدة العمدة ديال التجديد. حيت عليك صداع؟ ماشي حيت صداع، لا لا ما عمري ما جو نو في با مي ريسبونسابيليتي، بالعكس أنت قلتي كنواجه المشاكل. اليوم تيخصنا التصفية ديال هاد الملفات، وهذوك الفئة القليلة كنعرف انا رود لهذه المنطقه 97 ولا منتخب، وكنعرف جميع الممارسات وماشي ولا بدا نقولها، مي كنعرفها مزيان. ملي كنقول لك كنعرفها مزيان حافظ الملف مزيان، ديك الفئه القليله اللي غتبقى هذيك خصنا معها تعامل معين. وكاين تصور اللي ان شاء الله خدامين عليه. يعني ما تدخلوش الشركه هنا المعارف كما كيف سيدي بلوط. علاش ما ندخلوهاش؟ علاش؟ وشنو فائده الشركه؟ الشركه فاشله ياخذوا الفلوس، ولكن فين هو الاستثمار؟ فين هو؟ اذا المشكل ماشي في هذيك الشركه بعدا ديال الجماعه. راه ماشي شركه خاصه، وهذيك الاموال كلها كتمشي للجماعه باش ما نبقاوش ماشي شركه خاصه. عرفت الضرب ديال اليوم. السؤال هو واش ولا بدا نحتفظوا بشيك الشركه ديال المدينه؟ واش ماشي ندخلوا شركات جداد واللي نفرضوا عليهم واحد الفئه منهم اللي هما في سن العمل يمكن يدخلوا، وبقات واحد الفئه ديال النساء الكبار والمعاقين اللي خصنا تعامل معاهم معين. وحنا كنفكروا وعندنا واحد المشاريع، ما بغيتش نستبق الامور، ولكن كاين اجراءات ان شاء الله اللي غنديروها مع هذه الفئه القليله اللي تستحق فعلا انه ناخذ بيديها. واخا القضيه تاع قطع السيارات على مستوى مقاطعه المعارف تتعرف الاكتظاظ، ما كاينش ممكن مشكل تاع يعني لي باركينغ في داخل مقاطعه المعارف، علما ان كاين مشاريع مثلا اللي القطاع الخاص في المدارس الخصوصيه تبني مدرسه ولكن ما توفرش مثلا شركات ما تتوفرش ملاعب. انتم كمقاطعه شنو التدخل ديالكم؟ اول حاجه بعدا نبشر ناس المعارف بانه تم فتح الاضرفه ديال الباركينغ على مستوى مدرسه بن طوفيل. تما في 21 مارس تعرفت الشركه اللي غتقوم بالبناء ديالو، واللي سور دو نيفو فيه 524 سياره. وهذا ماشي مشروع ثاني، هذه مشاريع ماشي مشاريع جديده على حسب التصور ديالك اسيدي. هذا خصو يخرج للوجود. حنا كنقول لك تفتحات الاضرفه. شحال مده الانجاز ديالك؟ واحد السنه ولا هذاك. هذا مشروع اللي كبير واللي مهم بالنسبه للرواج التجاري في مقاطعه المعارف. كي قلتي هذاك اللي قلتي ما كيبنيوش، حنا اليوم مقبلين على البلون داميناجمون ديال المعارف هذه السنه.
ورحنا خدامين. ومن المسائل اللي ان شاء الله غادي نطرحوا هي ديال خلق واحد المجموعه ديال لي باركينغ اللي تنشوفوا الاراضي اللي ممكن اما دومانيال ديال القطاع الخاص من الصعب ولكن دومانيال حنا كنشوفوا او ديال الجماعات ديال الجماعه باش يمكن نخلقوا فيها واحد المراكب. وحنا عندنا التصور اللي مباشر سورتو في المناطق اللي في حاجه بحال على مستوى جوطيه الدرب غلف واللي كنت كنتسناك تطرح السؤال. السؤال اليوم المواجهه ديال هذا المشكل كان الجميع الجميع وحنا في اطار هذاك الصدامي هذاك المشكل حتى هو دخلنا ليه. واش يتم اعاده الهيكله تاع السوق كله ولا الترحيل تاع الناس ولا شنو؟ لا لا انا والمجلس وضحنا الموقف ديالنا. نحن ضد ترحيل السوق جوطية درب غلف، تنعتبروه ارث ديالنا ومنطقه اشعاع ورواج تجاري اللي خصنا نحافظوا عليها. رغم انه المجلس الجماعي السابق كان قد قرر واتفق على ترحيل جوطية درب غلف ودرب عمر. هذه باش نكونوا واضحين، حنا لا بالعكس كنقولوا كنتشبتوا بقائها في منطقتها، لكن ضروره اعاده هيكلتها بشكل جديد، واعاده الهيكله ديال ديك المنطقه كلها، لانه اليوم حنا من المسائل اللي كنقولوا على مستوى اللي غندافعوا عليها ان شاء الله على مستوى وثائق التعمير الجديده، التصميم ديال المعرف، اننا في ديك المنطقه بغينا نخلقوا منها منطقه رواج تجاري، وباش نخلقوا رواج تجاري وسياحي لابد اننا نوضعوا تماك مرابد واللي ضروري هذه فيتال حيويه بالنسبه لديك المنطقه، وان شاء الله هذا من المسائل اللي غنقترحوا. كسؤال اخير السي مرشد اللي تطرح في الدوره الاستثنائيه الاخيره لمجلس مدينه الدار البيضاء، ان البعض يقول بان المنتخبين تاع مدينه الدار البيضاء بصفه عامه يعني ولو يرجعوا اللور واللي ولا خايد بالقائد والسفينه والقائد السفينه هو اللي تاع جهه الدار البيضاء، وهذا تيقولوا البعض بانه تيضرب الديمقراطيه المحليه، اشنو رايك يعني بعجاله؟ انا رايي قلته يمكن في الدوره قلته، قلت نحن لسنا في منطق ديال المنافسه مع الوالي او عندنا عقده من طرف ان سلطه الوصايه تجي تساعدنا، بالعكس حنا كنعتبروا انه حلول واختيار السيد مهدية كوالي على مدينه هذه فرصه لمقاطعه للدار البيضاء وللمجلس الجماعي ديال الدار البيضاء، تنعتبرها ضربه حظ انه يجي واحد الوالي الذي يسهل المساطر البرامج ديال المدينه. يمكن راه هذه البرامج كلها اللي كتشوفوها كاينه في البلان داميناجمون، كاينه في البرنامج التنميه، كلها يساعدنا على ديك المشاكل البيروقراطيه اللي كنا كنعانيو منها، لان كانت مشاكل كثيره كتعترضنا بيروقراطيه، اللي جا اليوم السيد الوالي مشكورا كيساعدنا في تنفيذ وتيقولها بفمه، تقول انا ما عندي مشروع انا جاي نعاونكم. اذا واحد بعيدا عن ذاك المنطق الانتخابوي راه ما راه شوف نهار المنتخب كيبقى يفكر بمنطق انتخابي ما كيدير والو، ما تقيش هنا عندك هادو ما يصوتوش عليا، ما نحررش الملك العام عندك هادو ما يصوتوش عليا، ما نقيش لي غارديا عندك هادو راه تيصوتوا عليا، ما احنا لا هذاك المنطق ولا ما استحضرش هذا المعطى هذا بتاتا، وكان استحضر ما نديروش هذا 2026 قريبه ولا 2025 2026 مرحبا بها كيف ما كانت النتيجه، المهم اللي ينتصر الوطن وتنتصر الدار البيضاء، الدار البيضاء مقبله على مواعيد هامه جدا، راه ماشي مواعيد رياضيه، راه ما نعتبروهاش، راه اللي شافها بان مواعيد رياضيه راه عنده نقص النظر، هي مواعيد تنمويه اللي استغلتها جميع الدول باش ملي كتحتضن مثل هذه التظاهرات انها كتستغلها باش كتقوم بواحد الثوره تنمويه على مستوى الانفراستركتور، على مستوى الممارسات، على مستوى النظام، اذا اليوم بالنسبه لنا حنا هذا القدوم ديال الوالي تنستغلوه كفرصة لتنفيذ برامجنا بكل سلاسة. سي مرشد شكرا جزيلا على قبول الدعوة، متتبعي قناة انفاس بريس، إلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج كازا سيتي.